أسألك سؤال حساس. هي احنا كناش يعني متصورين ان هذا البلد الآمن وهذه المحافظة الآمنة بسماحتها، وطبعا معروف أخلاقيات الشعب الأسواني يعني بقبائله والإخوة النوبيين، يعني احنا كلنا شعب واحد وأسرة واحدة، لكن آثار المصالحة ايه بين الهلالية والدابودية اللي هي طبعا طمنا لأن طبعا ان شاء الله مش هيحصل تاني. لا طبعا لا الامور في اسوان الحمد لله امنه ومطمئنه، والاحداث اللي حدثت في اسوان Ти се запознах с цялата страната, е започнал да